اليوم إن شاء الله سنبدأ حصة جديدة نتكلم عن موضوع من موضوعات Theory Test ونتناقش في الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع. أوكي، أحب طبعا أشكر جميع من شارك الفيديوهات السابقة وأعطاني لايك وشير والفولو، أسعدوني كثيرا وأشكركم جميعا يا شباب. الأبواب الكبيرة، طيب الأبواب الكبيرة إن شاء الله خلص حاضر، بس هو الأبواب الكبيرة هو لا يوجد شيء اسمه أبواب كبيرة وأبواب صغيرة، هو كل الأبواب بشكل عام. يعني أنا ممكن أمسك باب من الأبواب اللي هي يعتبر أبواب صغيرة، وممكن يعني أنشئ 1000 سؤال عنهم، هو طريقة السؤال هي التي تختلف ولكن المعلومة واحدة. اليوم سنرى كمان كيفية تغيير السؤال وكيفية يكون نفس المبدأ ولكن بسؤال مختلف. إذا أنت إذا كنت فاهم المبدأ وفاهم السبب وراء الموضوع، خلاص أنت تستطيع مباشرة أنك تجاوب على السؤال حتى لو لف لك على السؤال بأي طريقة. طيب اليوم أحب أبدأ بفيديو. هذا الفيديو هو أعتقد له علاقة بدرس اليوم بشكل كبير، خلينا نشوفه بعدين سنرى بعض المقاطع نشرحها ثم ندخل على الأسئلة. أوكي، هو درس اليوم بشكل عام، درس اليوم عن Vulnerable Road Users. ما هي Vulnerable Road Users؟ يعني هم الناس المعرضين للخطر على الطريق، يعني زي ما أنت شايف الصورة معبرة وهو طفل يركب دراجة وماشي على الطريق وجنبه سيارة. ماذا تعني هذه الصورة؟ هو الناس المعرضين على الطريق. طيب الآن هو المبدأ الأساسي اللي لازم تحطه على راسك أو في راسك، هو أنه أنت كقائد السيارة والناس المشاة ماشيين في الشارع وقائدين الدراجات وقائدين الدراجات البخارية اللي هو موتوسايكل يعني والباصات وهكذا، من له الحق والأولى في السيفتي أو في الأمان على الطريق؟ من هو رقم واحد على الطريق؟ من الذي له الأحقية؟ إذا لا قدر الله صار له أي شيء، هو الذي يتم العناية به أول واحد. هل هو راكب السيارة، راكب الباص، راكب الدراجة؟ من هو؟ من يعرف يا شباب؟ خلينا نسأل هالسؤال. طيب اكتبوا لي بس بليز عشان نشوف الناس كيف يعني كيف تفكر بهالموضوع. أنت الآن ماشي على الطريق، من هو له الأولوية؟ من هو له البرايوريتي، رقم واحد، أفضل واحد في الطريق أو يعتبر له جميع الحقوق؟ اكتبوا لي من هو اللي تعتقد يكون أفضل واحد، مو أفضل واحد يعني من ناحية الصحة لا، أفضل واحد بمعنى من له الحقوق الكاملة، من أكثر واحد له حقوق على الطريق؟ من يعرف شباب؟ راكب الدراجة ها؟ رونق تقول راكب الدراجة، مين يقول يا شباب؟ ها اكتبوا لي. المشاة، يا سلام عليك يا ميشو، المشاة وميشو، تمام. مين يقول؟ الشخص المار على الطريق، سوسن، تمام. طيب المشاة، أيوة رونق رجعت لورا شوي، كانت من عند الدراجة بعدين رجعت لورا للمشاة قبل يركب الدراجة. المشاة والأطفال وراكبي الدراجات، يا سلام عليكم. طيب شوفوا يا شباب، رقم واحد على الطريق زي ما أنتوا ذكرتوا زي ما الجميع ذكر هي المشاة، الماشي على رجليه بدون أي أداة وبدون أي استخدام أي شيء، هو رقم واحد على الطريق. ثم بعد ذلك يتدرج. شلون يتدرج؟ يعني إذا ركب دراجة هذا في المرتبة الثانية، إذا ركب الموتوسيكل يصير في المرتبة الثالثة، إذا ركب سيارة عادية هذا المرتبة الرابعة، إذا ركب شاحنة كبيرة وهكذا. كل ما السيارة أو المركبة تكبر في الحجم ويصير لها إمكانيات أكبر، كل ما يكون يعني عليها حقوق يجب أن تتبعها ويجب أن يحافظ على حقوق الغير. يعني أنت الآن كراكب سيارة ليس لك حق على الطفل هذا اللي ماشي بالسيكل أو بالبسكليت، يجب أن تراعي أمانه، يعني تحفظ أمانه بشكل كبير. طيب هذا أول شيء راح نعرفه. ليش؟ لأن أنا أقول لك يعني هذه هي القواعد هنا، هذه هي الناس المعرضين في الطريق، الأنيمالز، طبعا حيوانات. لا تعتقد أن الحيوانات في هذه الدولة ليس لها حقوق، لا، الحيوانات هي لها حقوق كبيرة في هذه الدولة، ويجب عليك محافظة على أرواح الحيوانات وهم قد تتعرض لهم في الطريق. يعني لا قدر الله ضربت بسيارتك يعني كلب أو أي شيء آخر يعني ماشي على الطريق حيوان أليف، هذا فيه مساءلة، يعني ليس أمر بسيط.
اوكي. طبعا احنا نذكر المجازر ما شاء الله اللي تحدث في دولنا يوميا، كمية الحيوانات التي تزهق أرواحها ولا أحد يسأل. هذه شيء ليس له علاقة هنا، هنا الموضوع مختلف. طيب الموتو سايكلست، الموتو سايكلست راكبي الدراجات البخارية، هم ليش لهم أحقية كمان كبيرة؟ لأن هم من الصعب رؤيتهم بسهولة، وكذلك يتحرك بسرعة، هو سريع الحركة. إذن موتو سايكلست. بعد ذلك في elderly drivers، وهو قائدي السيارات الكبار في السن. أنت طبعا تتوقع أن كبير في السن يكون يعني محترف، لا، هو الإنسان كل ما يكبر بالعمر للأسف في بعض التغيرات الصحية تحدث له، مثل يعني قوة النظر، يعني نظره يضعف، كذلك سرعة التصرف تقل، لا يكون عنده سرعة تصرف كبيرة حتى لو هو إنسان طبيعي وكل شيء، ولكن هو بحكم السن هذه تغيرات طبيعية. أوكي. الاستجابة، وهي يعني الريسبونس، الاستجابة اللي إذا أنت أعطيته زمور أو إضاءة أو أشرت له بيدك أو حاولت تتكلم معه، يعني هو دائما يكون استجابته ضعيفة. طيب children، الأطفال، طبعا الأطفال هم غير متوقعين، غير متوقعين، سنرى الآن في الفيديو بعض الأمور التي قد تدهشك، يعني فالأطفال غير متوقعين، فيجب عليك الحذر منهم أبدا لأنه هم غير متوقعين بالمرة. البيداسترينز، المشاة كذلك، يعني منهم من يفعل بعض الأفعال التي تكون مقصودة وغير مقصودة، فأنت يجب أن تنتبه تماما. new drivers، السائقين الجدد كمان لهم حق، يعني أنت ليش الحكومة تطلب منك إذا أنت بدأت قيادة السيارات تضع لافتة بي على السيارة، يعني سأريك هذه اللافتة بعد قليل، أو تضع الـ L وأنت تتعلم، ليش؟ لأنه هو يجعل الباقي ينتبه، هو يتكلم مع باقي المستخدمين الطريق، يقول لهم مثلا في شخص جديد في القيادة يجب أن تنتبه عليه، ما أنك تتعامل معه معاملة القائد العادي. كذلك السايكلست، وهو قائد الدراجة العادية السيكل، وهذا معرض للخطر بشكل كبير. طيب يا شباب، قبل أن نفوت على الأسئلة، زي ما حكيت لكم خلينا نشوف هذا الفيديو سريع. طيب زي ما أنت شايف هو سريع، يعني أول ما بدأنا هو الشخص اللي جاي أمامنا هو ماشي في الطريق زي ما أنت شايف بشكل طبيعي، الطريق فاضي، وأنت إذا أنت تقود السيارة وأنت ما عندك خبرة قد تتعرض لهذا الموقف. كيف؟ أنت ماشي في الطريق فاضي، ها الطريق أمامك ممتاز جدا وخالي، وماشي على سرعة، وفجأة يطلع لك ابن الحلال هذا. طبعا زي ما أنت شايف هو للأسف أنت ما تكون مجهز حالك. الحوادث والمواقف التي تحدث في الطريق يا شباب هي تحدث بشكل مفاجئ، وإذا أنت لم تكون متوقعها من قبل ومجهز حالك ومركز 100%، طبعا لن تستطيع تفادي هذه الأمور، وقد يعني يتم مساءلتك قانونيا، لأنه زي ما قلت لك أنت كراكب سيارة يعني ليس لك حق على هذا راكب الدراجة، يعني راكب الدراجة له حق عليك أكبر. حتى لو أنت جت الشرطة وقالوا لك طيب أنت ليش ما وقفت سيارتك، فتقول لهم والله هو طلع فجأة أمامي، لا، هذا ليس عذر، هذا ليس عذر، ليس عذر لك، يعني أنت غلطان 100%. إذن يجب أن تنتبه على هذه الأمور زي ما تشاهد. طبعا يعني أعطته ما شاء الله نصيب من الشتائم. طيب خلينا نشوف الآن موقف، نفس الكلام، رجل يعبر الشارع وخلاص طبيعي والشارع فاضي، خلينا نشوف شو يصير. ها يعني كمان البنت اللي طالعة هي ليست تنظر في اتجاه السيارات القادمة، ليش؟ لأنه يا شباب زي ما حكينا الأطفال غير متوقعين، هي ماشية وهي أصلا ممكن تكون راسها في لعبة معينة، تفكر في شيء، هي لا تتوقع أنه هذا شارع وفي سيارة قادمة. وأنت نفس الكلام، يعني أنت إذا أنت ما عندك خبرة بالقيادة لا قدر الله، وما عندك سرعة تصرف، قد ما تستطيع تضرب الفرامل في الوقت المناسب، يعني قد لا تستطيع ضرب الفرامل في الوقت المناسب، وقد تتعرض لمشكلة كبيرة زي ما أنت شايف. يعني هو الأب حتى حاول يرمي نفسه أمام السيارة محاولة منه لإيقاف السيارة، يعني والحمد لله هي مشيت على خير. أوكي، الموضوع مشي على خير، بس أنا ليش أوريك هذه المواقف؟ أنا ما أخوفك، لا تفكر أني أنا أوريك هذه المواقف عشان أخوفك أو أني أحاول أمنعك من السواقة أو أني أنا أوريك الوجه السيء من السواقة، لا بالعكس، هو دائما احنا نقول يعني حتى دائما الإنسان العاقل دائما يتوقع دائما الأشياء السلبية قبل الأشياء الإيجابية. أوكي،
نحن دائما راح ان شاء الله نبشرك بالخير، وان السواقه ما فيها هذه المواقف يعني يوميا، ولكن قد تتعرض لهذه المواقف، واذا انت مو جاهز لهذه المواقف طبعا من للاسف قد يعني تقع في المشكله. فاحنا نعرفك المشكله قبل ان تقع فيها لكي تاخذ حذرك. وانت تقود السياره انتباهك يجب ان يكون كبير، لذلك يمنعك من استخدام التليفون. هو يقول لك في القانون ممنوع استخدام التليفون في أي وقت. أنت الآن في لحظة ما وأنت تستخدم التليفون، ها أنت داخل على الشارع تستخدم التليفون وطلعت أمامك هذه البنت لا قدر الله في ثانية واحدة زي ما شايف. ها شوف، حتى إذا نظرت إلى العداد للفيديو اللي تحت، العداد اللي على الفيديو التايمر يعني، ستجد أنه اللحظة 6 7، شوف 7 8 ظهرت البنت أوكي، والسيارة توقفت 9، يعني هي ثانية واحدة، هي ثانية واحدة. هو المقدار الوقت الذي يعني يبلغ لوقوف السيارة عشان تتفادى الاصطدام. إذا في هذه اللحظة أنت ماسك تليفونك، طبعا للأسف كان الموقف يعني الله أعلم ماذا يصير. والله يحفظكم جميعا ويحفظ أولادنا جميعا بإذن الله. طيب خلينا نكمل. إذا ممنوع استخدام الهاتف تماما، دائما انتباه. طيب انظر هنا، الآن أنت ماشي على الموتور واي، يعني أنت ماشي على الموتور واي بشكل طبيعي وتجد سيارة أمامك مثل هذه، شوف انظر. طبعا كما ترى الآن أنت ماشي طبيعي على الموتور واي وفجأة سيارة صار بها عطل. ما هو العطل؟ قد يكون أنه الإطار اللي في السيارة انفجر، قد يكون أنه صاحب السيارة السائق يعني للأسف غير منتبه على الطريق، وهكذا أمور من هذه كثير تحصل على الطريق. إذا أنت مو منتبه أيضا على الطريق طبعا الآن تسبب لمشاكل. طبعا هو هذا الشخص ما كان منتبه على طريقه على الأغلب، وهو اللي تسبب في هذا الموقف أوكي. فإحنا دائما نقول أنك يجب أن تنتبه. لازم طبعا يعطوا لك، لانه زي ما انتم شايفين يا شباب هو الموقف يحدث في ثانيه واحده، كما نقولها مرارا وتكرارا يجب ان تنتبه على الطريق 100%. طيب نفس الكلام، هذا شخص يعبر، الاشاره صارت خضراء، ها الاشاره خضراء ويطلع في شارع في طريقه الطبيعي، ثم لا قدر الله يجد مثلا شخص على سكوتر، هذا اسمه سكوتر، او يجد هذه المرأة طبعا هي وطفلها كان لسه تعبر الشارع، يعني ما لحقت انه تصل الى الجانب الاخر، او هذا الرجل يعني. فبناء عليه تجد انه حتى لو الطريق فاضي والاشارة خضراء لا يزال هناك خطورة، ولا يزال هناك احتمالية حدوث اي شيء لا قدر الله. اذا من الافضل دائما انك تنتبع الطريق. طيب نشوف هذا الموتوسيكل شايف زي ما انت شايف. طيب هذه من الامور يعني مصيبة صراحة، كارثية. زي ما ترى هنا السيارة الكبيرة بفعل الهواء، بسبب الهواء وبسبب الانحناء الكبير اللي صاير، طبعا هذا يعتبر غلط من السائق، لا تتوقع انه هذا خطأ من الشارع، لا خطأ من السائق انه يمشي على سرعة كبيرة وهو يحمل حمولة كبيرة وسيارة مرتفعة. فماذا يحدث؟ هذا قائد الدراجة انتبه نوعا ما، يعني زي ما انت شايف هو لو بقى في مكانه كان زمانه من تعداد الله يرحمهم جميعا، لكن اذا هو انتبه مباشرة فضرب فرامل ورجع للوراء وتفادى هذا الموضوع. اذا انت عبورك من جنب سيارة كبيرة ومن جنب باص ومن جنب السيارات التي تراها ان مثلا سيارة الصيانة او سيارة متوقفة على جانب الطريق كبيرة، يجب ان تبتعد عنها. هو لأي شيء قد يحدث، يعني أنت يجب أن تضع هذا السيناريو في رأسك، أنك يجب أن تكون على وعي ودراية بأنه في أمور كثيرة تحدث. طيب هنا سنرى موقف غريب شوية من شخص يريد أن يعبر الشارع، خلينا نشوف. ها زي ما ترى هذه المرأة كانت متوقفة على جانب الطريق وهنا تجلس على هذا السور، ثم فجأة بعد اقتراب هذه السيارة الشاحنة هي رمت حالها قدام السيارة، يعني هي اللي رمت حالها، هي يعني ما كانت تعبر، هو ليس مكان للعبور، يعني في خطين صفر هنا ممنوع ومكان العبور هو في الوسط هناك، ولكن هي لم تعبر من هذا المكان، وهذا يدل على أن هي رمت حالها أمام أو ألقت بنفسها أمام السيارة. خلينا نشوف مرة ثانية. طبعا لأنه السائق كان منتبه وعنده خبرة جيدة
استطاع أن يوقف السيارة في وقت قياسي فتفادى الاصطدام. ولكن ما هو الغرض من هذا الموضوع؟ الله أعلم، قد يكون إنسان يريد أن ينتحر يا أخي، يريد أن يتخلص من حياته، إنسان تعبان من حياته، يمكن يجي يرمي نفسه قدامك يعني، فهو يبلي نفسه ويبليك معه. فأنت دائما تكون منتبه على الطريق لكي تتفادى هذه الأمور. إذن vulnerable road users وهو الناس المعرضين للخطر في الطريق. انظر هذا الطريق رايح جاي، ثم تجد سيارة تتجاوز زي ما انت شايف، تتجاوز المسار الأصلي وطلع من المسار الطبيعي ودخل عليك انت كمان، يعني انت ماشي في الأمان الله، تجد هذا الشخص يجي أمامك. طيب، وكذلك هنا أمر ثاني أريد أن أقول لك، يعني انظر إلى الإضاءة، إضاءة السيارات في الليل إذا لم تكن الإضاءة العادية الدبت بيم ستؤثر على رؤية من أمامك. إذا كما ترى هنا الإضاءة عادية، لكن لو الإضاءة كانت الفول بيم الإضاءة العالية ستؤثر على عينك وما تستطيع تشوف بشكل طبيعي. طيب هنا داخل على راوند أباوت ومعطي إشارة يمين، الشخص سائق السيارة معطي إشارة يمين يعني سيأخذ التقاطع، نعم يقطع إلى اليمين. الأولوية الآن لمن يوجد داخل الراوند أباوت. ولكن للأسف في بعض السيارات القادمة أحيانا ينسى، أحيانا يعني ما ينتبه، فقد يحدث كما ترى هنا أنه هو يدخل عليك ويتقدم بسيارته إليك. طيب نفس الكلام، هذا هنا مربع أصفر ممنوع اجتياز هذا المربع إلا إذا كان الطريق خالي. وكذلك أنت أعطيت مجال لهذه السيارة على الشمال، فالسيارة تقطع الآن. طبعا يجي سيارة من الجهة الثانية، ولأنه هذا الشخص هو الغلطان الأحمر، هو يجب أن ينتبه أو ينظر إلى الشارع على الأيسر على اليسار، ينتبه أنه ما في سيارات قادمة من اليسار، يعني ما فيك أنك تقطع مرة واحدة، غلط. طبعا هو غلط، هذا الموقف غلط. آخر مقطع اليوم هو هذه السيارة كما ترى، كان تفادى الاصطدام في آخر لحظة. طيب ماذا نستفيد من هذا الفيديو أيضا؟ نستفيد منه أنه المسافة التوقف، انظر الآن هذا الشخص ماخذ مسافة بينه وبين السيارة التي أمامه، هناك مسافة. فأنت عندما هذا الشخص طبعا كان سرحان، اللي أمامك كان سرحان ويحلم ويمكن كان يفكر في شيء الله أعلم، فهو لم يرى أنه الإشارة أمامه في سيارات متوقفة وانتبه في آخر لحظة، فهو أخطأ أنه هو بدأ يضرب فرامل بشكل قوي جدا فالسيارة انحرفت منه. ولكن لأنه أنت واخذ مسافة وراء، مسافة جيدة، تستطيع أن توقف سيارتك بأمان. لكن إذا كنت ملتصق بسيارته من الخلف فأنت أنت ما عندك ضمان أنه السائق الذي أمامك عنده خبرة أو ما عنده خبرة، وبالتالي أنت يجب دائما أن تكون منتبه ولا يعني تعطي 100% أمان للموضوع. طيب اليوم زي ما قلنا نتكلم عن هذه الأسئلة ونبدأ مع بعض الأسئلة التي لها علاقة بالـ vulnerable road users وهي الناس المعرضة للخطورة أثناء القيادة وأثناء استخدام السيارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا وفاء، أهلا وسهلا. طيب يا شباب خلونا الآن نكمل أو نبدأ قسم الأسئلة. أوكي، اللي عنده مشكلة في مثلا الكلام صغير أو أن السؤال غير واضح ممكن تمسك تليفونك بالعرض عشان تستطيع رؤية الأسئلة كاملة. أوكي أعتقد الأسئلة واضحة، خليني بس أضبط ال السؤال واضح. أعتقد السؤال واضح. طيب نبدأ الآن قراءة السؤال. السؤال يقول How will a school crossing patrol signal you to stop؟ هذه الأماكن المتاحة للأطفال للعبور أمام المدارس اسمها school patrol. school patrol okay، وهو يعتبر مكان لعبور الأطفال للمدارس، ويوجد عنده إشارة أو علامة تبين أنه هذا المكان هو للعبور يعني. طيب الآن نريد أن نشوف الإجابات. By pointing to children on the opposite pavement
كيف سيطلب منك التوقف؟ يعني كيف سيطلب منك المكان المسموح به للأطفال هذا؟ School patrol signal you to stop. في شخص يكون دائما متوقف عند عند المدارس ومعه علامة يؤشر بهذه العلامة لكي يخبر السيارات أن تتوقف عشان يعبروا الأطفال أو يعبروا أولياء الأمور. طيب السؤال هنا ما هي الإجابة ذن؟ By pointing to children, تؤشر لهم يعني للأطفال on the opposite pavement على الجهة المقابلة, أو by displaying a red light أو عن طريق إظهار علامة حمراء أو إشارة حمراء, أو by displaying a stop sign أو عن طريق إظهار علامة توقف, أو by giving you an arm signal أو سيعطيك علامة بيده arm باليد أو بالذراع يعني giving you an arm signal. أي إجابة يا شباب؟ 1, 2, 3, or 4 أي إجابة؟ ما هي الإجابة؟ ما هي الإجابة؟ مين يعرف؟ اللي يعرف الإجابة يقول D. في واحد يقول لك giving you an arm signal, giving you an arm signal يعطيك إشارة بيده. واحد يقول رقم ثلاثة, ميشو تقول ثلاثة, سلمة تقول ثلاثة, أمال تقول ثلاثة كمان, وهي the displaying stop sign. تمام يا شباب, هو الإجابة الصحيحة by displaying stop sign يعني عن طريق إظهار علامة توقف على جانب الطريق. هو ما راح يعطيك إشارة بيده, لا, في هناك school patrol. school patrol كمان خلينا نشوفها عشان الناس تركز فيها. شوف يا شباب, راح تشاهد هذه الصورة, أعتقد في كثير منا شافها, يعني هذه هي الصورة, هذا هو المقصود بالموضوع. آسف, هذا هو, هذه هي الستوب ساين التي يتم إظهارها, وهذا الشخص طبعا أكيد شفتوه أكثر من مرة, يعني أكيد شفتوه أكثر من مرة. هذا الشخص يكون متوقف بالزي الأصفر ووضع علامة ستوب. إذن هذه هي سكول باترول, هذا المكان لعبور الأطفال عند المدارس. أوكي, طيب نذهب إلى السؤال التالي. السؤال التالي يقول why should you look particularly for motorcyclists and cyclists at junction. لماذا يجب عليك توخي الحذر, الانتباه, look, الانتباه أو النظر والبحث عن الموتوسايكلست, تأكد من عدم وجود موتوسايكلست والسايكلست عند الجنكشن, عند التقاطعات. لماذا يجب عليك دائما توخي الحذر والتأكد من أن هذه مستخدمين الدراجات ومستخدمين السيارات الموتوسايكل as well ليسوا موجودين. They may want to turn into the side road, لأنه ممكن يريد أن أو يرغب في أن يلف إلى اليمين على جانب الطريق, على الطريق الجانبي. أو they may slow down to let you turn, أو ممكن أنه يخفض السرعة لكي يجعلك تلف أمامه. أو they are harder to see, لأنهم من الصعب رؤيتهم بسهولة. أو they might not see you turn, أو ممكن هم لا يروك وأنت تلف ويكمل مساره فيضرب فيك, يعني هذا هو المقصود. طيب الآن مرة ثانية السؤال يقول لك لماذا يجب عليك توخي الحذر والانتباه لوجود الموتوسايكلست راكبي الدراجات البخارية والسايكلست, ليش؟ لماذا؟ الناس تقول they are harder to see. سلمة وإيسو وأم وطين, تمام تمام يا شباب شاطرين. إذن هي رقم ثلاثة, they are harder to see, من الصعب رؤيتهم. they are harder to see, من الصعب رؤيتهم. لذلك يجب عليك تأكد دائما عند أي تقاطع أن هم غير موجودين, لأنه أنت ممكن تلف شمال ويكون في واحد قائد دراجة جاي من وراك. طيب السؤال التالي يا شباب, السؤال التالي, you are waiting to come out of a side road, أنت تنتظر للخروج من شارع جانبي. Why should you watch carefully for motorcyclists? لماذا يجب عليك الانتباه من الموتوسايكلست؟ يعني أنت الآن تخرج من شارع جانبي إلى شارع رئيسي, ويقول لك لماذا يجب عليك الانتباه أنه على الأغلب ممكن يكون في موتوسايكل أو موتوسيكل جاي من الشارع اللي أنت راح تطلع عليه جاي سريع. ليش يجب عليك الانتباه من هذا الموضوع؟ لأنه motorcyclists are usually faster than cars, لأنهم أسرع من السيارات العادية.
أو police patrol أنه ممكن يكون في شرطة often use motorcyclist في شرطة تستخدم الدراجات البخارية أو أنه motorcycles are small and hard to see لا لأنه الدراجات البخارية هاي أو الموتوسيكل صغيرة وصعبة الرؤية أو motorcycles have right of way أو هم راكبي الموتوسيكلات عندهم حق على الطريق ما هي الإجابة؟ يلا ملهم يقول الإجابة الثالثة motorcycles are small and hard to see فاطمة أم عديل سلمى عيشة أمل تمام الإجابة الصحيحة يا شباب إيسو تمام شاطرين ميشو تمام إذا الإجابة الصحيحة هي motorcycles are small and hard to see إذا عند التقاطعات عند الجنكشن يجب عليك أن تنتظر وإذا أنت طالع على الشارع الرئيسي تتأكد تماما أنه ما في أمامك موتوسايكل أو ما في موتوسايكل جاي سريع من الطريق لأنه من الصعب أنه هو يضرب فرامل وهو عنده التحكم يكون صعب فأنت يجب عليك أن تنتبه على هذا الموضوع إذا motorcycles are small and hard to see طيب السؤال التالي السؤال التالي You are following two cyclists. أنت تتبع اثنين راكبين دراجات. They approach a roundabout. اقتربوا من الدوار أو الراوندباوت. In the left-hand lane على اليسار. In which direction في أي اتجاه should you expect the cyclists to go? في أي اتجاه تتوقعهم يذهبون؟ هذول الاثنين اللي أنت ماشي وراهم راكبين دراجات. في أي اتجاه يروحوا left أو يروحوا right أو any direction أو straight ahead أو للأمام إذن أي من هذه الاتجاهات تتوقع قائد الدراجة سيتجه مين يستطيع أن يتوقع هذا الموضوع في حد عنده هذه الإمكانية أنه يستطيع أن يتوقع شخص ماشي بدراجة أمامه تتوقع هو أي اتجاه رايح هل سائق الدراجة عنده إشارات يمين وشمال و... any direction تمام any direction يا شباب صحيح الإجابة صحيحة هي الإجابة الصحيحة أنه أنت وانت ماشي وراء السايكلست أنت لا تعلم هو أي اتجاه سيذهب قد فجأة يدخل يمين فجأة يتوقف فجأة يطلع فوق الرصيف ينزل على الرصيف إذن سائق الدراجة غير متوقع ولذلك ترى الناس يأخذون مسافة كبيرة أو يعطي له مجال كبير وهو يعبر من جنبه يبعد عنه كثيرا هو ليس يعني خوفا لا على السيارة لا هو خوفا على الدراجة وعلى قائد الدراجة طيب السؤال التالي There are flashing amber lights under a school warning sign هناك علامة لونها أمبر وهي الأصفر أو المائل للبرتقالي light إضاءة under the school warning sign تحت علامة تحذير أمام المدرسة عند المدرسة What action should you take? ماذا يجب عليك فعله؟ ما هو التصرف الذي يجب عليك فعله؟ Reduce speed. قلل السرعة until you're clear of the area. قلل السرعة إلى أن تخرج من هذه المنطقة. أو keep up your speed. حافظ على سرعتك. And sound your horn. واضرب زمور. يعني أعطي زمور عشان تنبه العالم يعني. Increase your speed. زود السرعة. To clear the area quickly. عشان تبعد عن المكان. يعني زود السرعة عشان تخرج من هذا المكان المقرف اللي يخليك تمشي سرعة بطيئة ليش تمشي سرعة بطيئة احنا لازم نطير wait at the lights انتظر عند الإشارة اللي عليها amber until they change to green إلى أن تتغير للأخضر ما هي الإجابة الصحيحة يا شباب ما هي الإجابة الصحيحة يا ملهم يا ملهم ألهمتني يا ملهم تمام إذن reduce speed until you are clear of the area يجب أن تقلل السرعة شباب احنا اتفقنا مع بعض مليون مرة أي إجابة تدل على تخفيض السرعة والانتباه والتوقف هي اللي تختارها الآن محافظة على السرعة لا هو يعطيك أمبر يعني هناك خطورة في أمامك تحذير إنه في سكول وارنينج يقول لك تحذير كيف تحافظ على السرعة يجب أن تخفض السرعة طيب هنا يقول لك increase زود increase your speed زود السرعة لا طبعا مستحيل وهنا يقول لك wait at the lights انتظر عند الإشارة إلى أن تتحول إلى الأخضر لا علامة المدرسة تبقى على اللون الأصفر هو وميض أصفر يطفئ ويشتغل أو يعني يتم تشغيله وإطفاؤه بشكل متكرر
ولا يتحول إلى الأخضر. أوكي طيب خلينا كمان نشوفها سريعا. طيب هذه هي، هذا المقصود بالسكول كروسنج بترول لايتس. هذه هي تظل، انت طبعا اكيد شفتها بالطريق، هي تكون على اللون الاصفر فقط، لا يوجد فيها اصفر واخضر و... لا هي تظل على اللون الاصفر، تجد الاثنين يومضون، هذا يومض هذا يطفي وهالعكس، دائما يكون بهذا الشكل لكي يحذرك انه هذا مكان للمدرسة. وهذا طبعا المثلث الذي تراه هنا هو مثلث التحذير لانه امامك مدرسة، هذا هو المثلث اللي تشوفه هنا، هذا مو واضح 100%، يكون هو الذي يقول لك انه امامك مدرسة او امامك عبور للطلاب. اوكي طيب اذا الاجابة الصحيحة reduce speed until you are clear of the area، قلل السرعة. السؤال التالي، السؤال التالي you are following a car، انت تتبع سيارة driven by an elderly driver، يعني الذي يقود هذه السيارة رجل كبير بالسن. You should، ينبغي عليك، expect the driver to drive badly، توقع أن هذا السائق سيقود بشكل سيء. Flash your lights and overtake، شغل الإضاءات، يعني أعطيله يعني بالإضاءة تنبيه وتجاوزه، overtake. Beware، يعني be aware، كن على علم أو على دراية that the driver's reaction may not be as fast as yours، يجب أن تكون على دراية أن تصرفات هذا الشخص واستجابته لن تكون بنفس سرعتك أو نفس استجابتك. Stay very close behind but be careful، ابقى وراءه very close، قريب منه but be careful، ولكن كن حذرا. أي إجابة، أي إجابة يا شباب؟ الإجابة الثالثة. شاطرة يا ميشو، شاطرة يا ميشو. إذن be aware that the driver's reaction may not be as fast as yours، ولا يهمك يا مروة، يلا شاركينا على طول وأعطينا الإجابة يا مروة. سما شاطرة يا سما البحيري، تمام. أم عديل، تمام، شاطرين. إذن الإجابة الوحيدة اللي بيها safety يا شباب وهي be aware، كن على دراية انه driver's reaction، تكلمنا في بداية هذا البث انه القائد الكبير بالعمر يكون عنده تصرفات ابطأ من التصرفات العادية لكبر سنه، اذا the reactions may not be as fast as yours، لن يكون بنفس سرعة تصرفاتك. هذه هي الاجابة الصحيحة. flash your lights، قلنا لا تختار اي اجابة فيها flash your lights، وبعدين هنا stay very close، يعني اقترب منه، ممنوع، انت المفروض تأخذ دائما مسافة امان بينك وبين السيارة التي امامك. اذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة. السؤال التالي، ahead of you، أمامك، there is a moving vehicle، سيارة تتحرك، with a flashing amber beacon، وعليها الوميض الأصفر، الأمبر اللي هو البرتقالي اللي تكلمنا عنه. This means it is، هذا يعني أنها slow moving، تتحرك ببطء، broken down، متعطلة، doctor's car، سيارة طبيب، school crossing patrol، هي سيارة لعبور الأطفال للمدارس. هل هي مدرسة أو هل هي طبيب أو أنها متعطلة أو أنه معناها أنه السيارة بطيئة؟ ما هو الفلاش أمبر بيكن؟ فلاشينج أمبر بيكن يا شباب، يلا يا شباب، يلا، صباح الخير عليكم، صباح الخير عليكم. هذا الإفطار اليوم هو على أسئلة الثيوري تيست، يلا يا شباب. رقم أربعة سكول كروسنج، رونق الحياة، سكول كروسنج عليها فلاشينج أمبر. أم عديل تقول رقم واحد سلو موفينج، والله شاطرة ما شاء الله. ميشو تمام سلو موفينج صح. إيسو يقول رقم أربعة سكول كروسنج، لا ملهم، وفاء صح. الإجابة الأولى يا شباب slow moving vehicle، أي سيارة تكون بطيئة الحركة يكون عليها flashing amber beacon. flashing amber beacon، ما هو flashing amber beacon؟ هذا نتكلم عن طبخة ولا ما هو flashing amber beacon؟ خلينا نشوف.
خلينا نشوف يا شباب، هذا هو الفلاشينج امب بيك. نشوف هذا الاضاءه الصفراء الموجوده فوق السياره هي تكون موضوعه على اي سياره يكون سرعتها بطيئه. هذا هو الفلاشينج امب بيكون، هو يضيء لونه اصفر، هذا اسمه بيكون، وهو باللون الامبر هنا، هذا اللون اللي هو الاصفر المائل البرتقالي يطلق عليه امبر، ما لا يحكوا عليه لا اورنج ولا يقولوا عليه يلو، يقولوا عليه امبر. اوكي، وهو يكون فوق السيارات البطيئه، يعني زي ما ترى هنا الجرار الزراعي هذا يوضع فوقه، وكذلك سيارات الصيانه. اذا اي سياره تكون تتحرك ببطء يضعوا فوقها علامه بيكون لونه امبر. اوكي، الان عرفنا. اذا هي سلو موفينج فيكل. الجواب في السؤال شلون؟ ما فهمتك يا ملهم، ترجم لي بعد اذنك. الجواب في السؤال يعني ahead of you there is a moving vehicle with a flashing amber beacon. This means ما فهمت. طيب عموما ما فهمت وجهة النظر في السؤال يا ملهم، ولكن وضحها في الإجابة إذا تريد. طيب you should never attempt to overtake the cyclist، يعني يجب عليك ألا تتجاوز راكب الدراجة cyclist. ليش؟ just before، يعني يجب عليك ألا تتجاوزه في حالة معينة. ما هي؟ just before you turn left، قبل أن تلتف إلى اليسار. on a left hand lane، على sorry on a left hand bend، عند الانحناء لليسار. أو on a one way street، على طريق واحد. أو on a dual carriageway، أو على طريق مزدوج. طيب الآن يسألك متى لا ينبغي عليك أبدا أن تتجاوز قائد الدراجة؟ قبل الالتفاف إلى اليسار، أو عند المنحنى الذي يأخذك على اليسار، أو عند طريق اتجاه واحد، ولا في طريق مزدوج؟ يقول لك أنه دول كارجوي، لا دول كارجوي طريق مزدوج، يعني فيك عادي طريق يمين وطريق يسار تستطيع تتجاوز. لكن يا شباب تكلمنا مليون مرة عند موضوع الأوفرتيك، التجاوز، متى لا يجب عليك التجاوز؟ في مكان معين مستحيل تتجاوز فيه، أو من الأفضل لا تتجاوز عنده. هاي مروة، تمام. مروة تقول رقم واحد، سلمى واحد، رونق الحياة أربعة. لا أنا دول كارجوي، لا. طيب الإجابة الصحيحة شباب just before you turn left، just before you turn left، قبل أن تلف إلى اليسار. ليش؟ لأنه أمامك تقاطع، إذا عند الجنكشن مستحيل تساوي overtake، إذا overtake ممنوع عند التقاطع. أوكي، الإجابة الصحيحة هي رقم واحد just before you turn left، قبل أن تلف إلى اليسار ممنوع تتجاوز السايكلست، لأنه إذا تجاوزته ولفيت شمال ماذا يحدث؟ وراءك فيه قائد دراجة راح يصدم فيك. طيب السؤال التالي you see a pedestrian with a dog، you see a pedestrian with a dog، ترى ماشي على الشارع معه كلب. the dog has a yellow or burgundy coat، وعلى الكلب يوجد هناك زي غطاء أو جاكيت لونه أصفر. This specially warns you that the pedestrian is، هذا يحذرك بشكل خاص أنه هذا الماشي اللي معه الكلب وعليه لون أصفر، جاكيت لون أصفر، يكون ماذا؟ هل هو elderly، عجوز يعني كبير في السن؟ أم dog training، أم يدرب الكلاب؟ أو color blind، عنده عمى ألوان؟ أو deaf، يعني لا يسمع؟ شاطر يا ملهم وشاطرة يا سلمى. إذا هو deaf، هو لا يسمع للأسف. إذا الشخص الذي لا يسمع يعطونه guide dog أو كلب يعني يأخذه يمين ويسارا عشان يعني يمشيه في الطريق، اسمه guide dog، ويكون يلبس رداء لونه أصفر. أوكي؟ طيب السؤال التالي you see two elderly pedestrians، أنت ترى اثنان كبار في العمر، يعني
مشاع على الطريق. About to cross the road. على وشك أن يعبروا الطريق. You should. ينبغي عليك ماذا؟ Expect them to wait for you to pass. توقع أنهم سينتظروا إلى أن تعبر أنت بسيارتك. أو speed up. زود السرعة to get past them quickly. عشان تعدي من جنبهم بسرعة. فزود السرعة. Stop and wave them across the road. Across the road. يعني توقف وأشر لهم أن يعبروا الطريق. أو be careful. كن حذر. They may misjudge your speed. قد يسيئوا الحكم على سرعتك. يعني أنك بعيد أو قريب منهم. إذن يقول لك be careful. كن حذر. أيا من هذه الإجابات يا شباب. Stop and wave them cross. يعني توقف وأشر لهم. مين اللي أمل؟ لا يا أمل للأسف هذه الإجابة. يعني إذا سويتيها في الامتحان العملي قد ما ينجحك. هذه اسمها serious. ممنوع الإشارة باليد لأي حد. هذه خذيها قاعدة خليها في راسك عشان إن شاء الله تستفيدي منها وتتذكريها في الامتحان العملي. ممنوع تحريك اليد أثناء القيادة وإنك تأشر لحد تخبره أن يعبر الشارع أو يتوقف أو شيء. ممنوع يعني ممنوع أنك تتواصل مع أي حد على الشارع بإيدك بشكل عام. الإجابة الصحيحة be careful. كن حذر. They may misjudge your speed. قد يسيئوا الحكم على سرعتك. يعني هو يشوفك جاي من أول الشارع ممكن يقطع الشارع أمامك لأنه هو ما يشوف يعني مثلا بشكل واضح أو نظره ضعيف أو بطيء في أنه يعبر الشارع فيبدأ يأخذ خطوات في عبور الشارع وقد يتوقع أنك ستتوقف. إذن انتبه. Be careful. سؤال التالي. You are coming to a roundabout. أنت تقترب من الدوار. A cyclist is signaling to turn right. هناك راكب دراجة يعطيك إشارة لليمين. What should you do? ماذا يجب عليك فعله؟ يعني أنت تقترب من roundabout والسايكلست راكب دراجة to turn right. يعطيك إشارة يمين بيده يعني يقول لك أنا أريد أن ألف يمين. ماذا يجب عليك فعله؟ Overtake on the right. تجاوزه على اليمين. Give a horn warning. أعطيه تحذير بالزمور. Signal the cyclist to move across. أشر للراكب الدراجة أن يعبر. يعني أعطيه إشارة أقول له يلا أعبر. Give the cyclist plenty of room. أعطيه مجال كبير. أعطيه مسافة كبيرة. أعطيه مساحة. لا تتجاوزه يعني هنا المقصود. You are coming roundabout. أنت على وشك الدخول على roundabout وهو تقاطع ويعطيك إشارة يمين هذا سائق الدراجة. ماذا يجب عليك فعله يا شباب؟ الإجابة واضحة. تمام شاطرين. إذن give the cyclist plenty of room. أعطيه مجال كبير. Plenty of room. أبدا overtake ممنوع. قلنا overtake وأنت عند roundabout ممنوع. عند التقاطع ممنوع الأوفرتيك. Give horn ممنوع استخدام الزمور. Signal أشر له ممنوع التأشير. احنا تكلمنا الآن. إذن الإجابة الصحيحة give the cyclist plenty of room. السؤال التالي يا شباب. السؤال التالي. You are waiting to come out of a side road. أنت ستخرج من طريق جانبي. Why should you watch carefully for motorcyclists? لماذا يجب عليك أخذ الحذر من راكبي الدراجات البخارية؟ Motorcycles. Motorcycles are usually faster than cars. هم على الأغلب أسرع من السيارات. Police patrol often use motorcycles. السيارات الشرطة على الأغلب تستخدم الموتوسيكل. Motorcycles are small and hard to see. الموتوسيكلز هي صغيرة وصعبة في الرؤية لا تراها بسهولة. Motorcycles have the right of way. أو هما راكبي الدراجات البخارية عندهم أحقية في الطريق. Have the right of way يا ملهم. يعني أي واحد راكب موتوسيكل هو معه أحقية الطريق. الآن غيرت إجابتك. قلت رقم ثلاث. سلمى رقم ثلاث. رونق. تمام. تمام يا شباب شاطرين. إذا الإجابة الصحيحة هي motorcycles are small and hard to see. قلنا أنه راكبي الدراجات البخارية صغيرة وصعبة في الرؤية لا تراها بسهولة لأنه يتحرك بسرعة. هو سريع أسرع من الدراجة. راكب الدراجة البخارية أو الموتوسيكل أسرع من الدراجة العادية وبالتالي هو يسرع مثل سرعة السيارة وأحيانا أكثر ويتحرك أسرع. فهو من الصعب رؤيته بسهولة. هذا معنى hard to see. السؤال التالي. السؤال التالي. There is a slow moving vehicle ahead of you. Sorry.
slow moving motorcyclists ahead of you. أمامك قائد دراجة موتوسيكل بطيء. Slow moving. You are unsure of the rider. What the rider is going to do. أنت لست متأكد ماذا سيفعل هذا القائد قائد الموتوسيكل. ماذا يفعل؟ لن يعني ما تستطيع أن تتوقع. You should ينبغي عليك pass on the left. أعبر من اليسار. Pass on the right. أعبر من اليمين. Stay behind. ابقى وراءه. Move closer. اقترب منه. أي إجابة؟ أي إجابة يا شباب؟ كلمة pass يعني أعبر من جنبه يعني. هل نستطيع أن احنا نعبر من جنبه أو نتجاوز؟ تمام يا مروة. تمام يا مروة. سلمى ملهم. تمام شاطرين. إذن stay behind. ابقى وراءه. Stay behind. إذن أنت أمامك slow moving motorcyclists وأنت غير متأكد ماذا سيفعل. إذن stay behind. ابقى وراءه. أوكي؟ ابقى وراءه. تمام شاطرين. تمام يا عائشة. منى. تمام شاطرين. يلا ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده you are approaching a roundabout. أنت تقترب من roundabout وهو دوار. There are horses. هناك أحصنة. Just ahead of you. أمامك. You should. يجب عليك ماذا؟ بس هنا يقول لك mark two answers. يعني اختار إجابتين. اختار إجابتين. Be prepared to stop. استعد للتوقف. Treat them like any other vehicle. تعامل معهم كأي سيارة أخرى. Give them plenty of room. أعطيهم مجال كبير أو مساحة كبيرة. Accelerate past as quickly as possible. زود السرعة وأنت تمر من جنبه بسرعة. Sound your horn as a warning. أو أعطيهم زمور كنوع من أنواع التحذير. أي إجابتين يا شباب؟ أي إجابتين هنا الصح؟ واحد واثنين، اثنين وثلاثة، اثنين وخمسة أو اثنين وأربعة، واحد وخمسة، أي واحدة؟ أي اثنين؟ اكتبوا لي الإجابتين. مروة. يا سلام يا مروة. لا هما إجابتين هنا يا منجدة، ليست إجابة واحدة. إجابتين، يجب أن تؤشر على إجابتين. Mark two answers. اختار إجابتين. واحد وثلاثة يا سلمة. تمام مروة ومحمد. إذن be prepared to stop. استعد للتوقف. وكذلك give them plenty of room. واعطيهم مجال كبير. صحيح. إجابتين صحيحتين. Be prepared to stop. وgive them plenty of room. طيب. السؤال التالي. You are on a country road. أنت على طريق ريفي. What should you expect to see? ماذا تتوقع رؤيته coming towards you باتجاهك if you on your side of the road. طيب دقيقة لا مش if you أنا ألف معلش أنا ألف إنجليزي من عندي. What should you expect to see? ماذا تتوقع رؤيته coming towards you قادم باتجاهك on your side of the road على في طريقك أنت يعني في المسار الذي أنت تمشي به. ماذا تتوقع أن يأتي مقابل لك في هذه الجهة وأنت تمشي؟ motorcycles راكبي موتوسيكل، bicycles راكبي دراجات، pedestrians مشاة، horse riders راكبي أحصنة. أقصد واحد وثلاث. تمام يا سلمى. تمام. طيب يلا يا شباب وين الإجابة؟ أنت الآن في ماذا تتوقع قادم مقابل الآن مقابلك؟ ماذا تتوقع يكون مقابل لك في هذا الطريق الكونتري رود؟ ثلاثة pedestrians. تمام دائما مشاة يكون على جانب الطريق في الكونتري رود يا شباب. الكونتري رود هو الطريق اللي يكون ريفي. أوكي وهذا الطريق يكون بين المدن ويكون بين القرى ومثل هذا مثلا زي ما تشوف يكون زرع على اليمين واليسار. فقد يكون هناك أناس يمشون يتمشون في هذا المكان لفقط يعني تغيير جو. إذن pedestrians. طيب نذهب مرة أخرى إلى السؤال التالي. You are reversing around the corner. أنت ترجع على الطريق. Around the corner عند زاوية الطريق ترجع للوراء يعني. When you notice a pedestrian walking behind you. ولمحت أنه وراءك في شخص يعني يمشي. What should you do? ماذا يجب عليك فعله؟ وأنت ترجع بالسيارة لورا عند الزاوية عند زاوية الطريق وجدت أن في واحد يتمشى وراك. Slow down and wave the pedestrian across. Slow down. أبطئ السرعة. Wave يعني أشر له.
to cross عشان يعبر من وراء السيارة يعني. Continue reversing كمل الرجوع and steer around the corner ولف السيارة يعني كمل رجوع ولف السيارة على الزاوية. Stop and give way توقف وأعطيه مجال أو continue reversing كمل الرجوع and sound your horn بس اضرب زمور. يا أخي الإجابات واضحة والله العظيم. أحيانا في الامتحان دائما تكون الإجابات واضحة بس يجب عليك أنت أن تستخرج هذه الإجابة. الإجابة الثالثة stop and give way تمام. أي إجابة فيها give way وstop على الأغلب في معظم الأسئلة تكون صح. Stop and give way. Stop and give way. تمام. شاطرين. شاطرة يا منى. تسنيم. ملهم. منجدم. رونق. تمام شاطرين. السؤال التالي. You are turning left into a side road. تلف يسار في طريق جانبي. Pedestrians are crossing the road. الآن في مشاة يعبرون الطريق near the junction عند التقاطع. You must ماذا يجب عليك فعله؟ تتذكر الفيديو اللي وريتك سيارة لما طلعت من الإشارة وداخل على شارع جديد وكان في واحد بسكوتر يعبر بالسكوتر. تتذكر هذا الفيديو أنا وريتك إياه في أول هذا البث. إذن هو ما السبب منه؟ هذا هو نفس السؤال. أنت الآن تعبر الطريق turning left بس يدخل يسار بدل يمين وهناك pedestrians مشاة يعبرون الطريق عند التقاطع. ماذا تفعل؟ wave them on أشر لهم أن يكملوا الطريق. sound your horn أعطيهم زمور. switch on your hazard lights شغل الإضاءة اللي هي التحذيرية الهازارد. أو wait for them to cross أو انتظر لأن يعبروا. أي إجابة؟ تمام شاطرين. wait for them to cross. ملهم مروة ومروة 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 تمام أربعة مروة منى وملهم شاطرين. تمام إذا الإجابة صحيحة wait for them to cross انتظر إلى أن يعبروا الشارع. wait for them to cross. طيب السؤال التالي. السؤال التالي a toucan crossing معبر المشاة الذي يكون عنده الأزرار اللي تضغط على الزر عشان تعبر is different from other crossing يختلف عن باقي المعابر because لأنه moped riders can use it هناك الـ طبعا اللي هو disabled والناس اللي يركبون السكوتر قد يستخدموه أو it is controlled by a traffic warden أو يتم التحكم به عن طريق ضابط المرور أو it controlled by a flashing light by two flashing lights أو يتم التحكم به عن طريق الإضاءة اللي هي الفلاشنج اللي تضيء وتطفئ أو cyclists can use it أو أن راكبي الدراجات قد يستخدموه. أي إجابة يا شباب؟ إحنا شرحنا مليون مرة موضوع توكن كروسينج. هناك أمر إضافي يوجد في التوكن كروسن ولا يوجد في أي شيء آخر وهي رقم أربعة. تمام مروة وحنان وملهم وفاء تسنيم شاطرين. الإجابة الصحيحة هي cyclists can use it أن قائد الدراجات من السهل أن يستخدموا هذا المكان. بمعنى كمان تتذكر الفيديو اللي وريتك إياه هو أنه الولد اللي قطع أمامك في الفيديو مباشرة وأنت ماشي زي ما أنت شايف هو راكب الدراجة فجأة طلع أمامك إذن قد يعبر بنفس هذه الطريقة أثناء عبورك على التوكن إذن يجب أن تكون حذر يعني. شاطرة يا أمل. طيب إذن cyclists can use it صح. السؤال التالي You are driving in town أنت تقود سيارتك في وسط المدينة. There is a bus at the bus stop هناك باص متوقف عند محطة الأوتوبيس أو الباص. أوكي Why should you be careful? لماذا sorry دقيقة الأوتوبيس أو الباص stop on the other side of the road متوقف على الجانب الآخر من الطريق. Why should you be careful? لماذا يجب عليك أن تكون حذر إذا كان الباص متوقف على جانب الطريق من الجهة الأخرى. The bus may have broken down ممكن يكون هذا الباص متعطل لذلك هو متوقف على جانب الطريق. Pedestrians may come front sorry come from the behind the bus يعني ممكن المشاة يأتوا من وراء هذا الباص. أو the bus may move off suddenly ممكن الباص هذا يتحرك فجأة. أو the bus may remain stationary وممكن أن يبقى هذا الباص متوقف stationary. ما هي الإجابة الصحيحة يا شباب؟ تمام pedestrians نجد أي إجابة فيها مشاة
هي على الأغلب الإجابة التي يريدك أن تختارها لأنه هو يهتم بالمشاة بشكل كبير. إذن pedestrians may come from behind the bus. قد يعبر المشاة من خلف الباص وأنت لا تراه. كما رأيت في الفيديو هذا الشخص طلع من وراء الفان وأنت لم تراه. شوف الفان صغير وهناك سيارة يعني دراجة وراه وأنت مع ذلك ما شفته. فما بالك بالباص الكبير إذا واحد يقطع من وراءه أو يعبر من وراءه قد يكون غير واضح بشكل أكبر. أوكي تمام. السؤال التالي: You are driving in a slow moving queues of traffic. أنت تقود سيارتك الآن في طابور للسيارات أو هناك ازدحام وتمشي ببطء. Just before changing lane, قبل تغييرك للمسار, you should. قبل أن تغير مسار، يعني أنت ماشي في شارع والمسار اللي أنت فيه بطيء جدا للسيارات اللي أمامك كثيفة، فأنت تجد أن المسار اللي على اليسار بدأ يفضي أو يكون فارغ، فأنت تريد أن تحول سيارتك من هذا المسار إلى المسار الفارغ عشان الطريق يفتح معك يعني. طيب ماذا ستفعل؟ ينبغي عليك ماذا قبل أن تغير المسار؟ Sound your horn. تعطي زمور. Look for motorcyclists filtering through the traffic. ابحث عن أو تأكد من عدم وجود الراكبي الدراجات موتوسيكل وهم يعبرون ما بين السيارات. Give a slow down arm signal. أعطي إشارة بيدك يعني قل له يعني سوي علامة تهدئة المسار بيدك عشان تعرف الناس أنك رح تطلع. أو change down to first gear أو اجعل الجير بوكس في الجير الأول. أي إجابة؟ الإجابة واضحة يا شباب. تمام الإجابة الصحيحة هي look for motorcyclists يعني ابحث عن الموتوسايكلستس filtering through the traffic. دائما ابحث عن أي موتوسيكل يكون ماشي بين السيارات ويقطع بسرعة، لأنه قد أنت تيجي تغير اللين هو يكون ماشي ما بين السيارات ف لا قدر الله يصطدم فيك. السؤال التالي يا شباب وهو أعتقد إحنا خلصنا الأسئلة التي لها علاقة بالvulnerable road users. أنا أعتقد إحنا خلصنا. إذن مراجعة سريعة، اختبار اليوم أو درس اليوم كان عن vulnerable road users وهو الناس المعرضين للخطر أثناء القيادة، وهناك الكثير من الخطورات اللي شفناها عن طريق الفيديو، تكلمنا عن طريق الفيديوز اللي شغلناها، ناقشنا بعض المواقف. أهم شيء أنك تكون مركز فيه كيفية التصرف. دائما يا شباب تجعل التصرفات تكون هادئة، انك دائما لا تسرع، slow down, reduce speed، اي كلمة تدل على تقليل السرعة تختارها. Give plenty of room يعني اعطي مجال كبير او اعطي مساحة كبيرة بينك وبين قائد الدراجة وقائد الموتوسيكل، وكذلك اذا تعبر من جنب شاحنة كبيرة انتبه، لانه بعد عبورك من الشاحنة الكبيرة يكون هذه الشاحنة تمنع الهواء، ولكن عند عبورك من جنبها هذا الهواء اللي كان هي يعني مانعة الهواء لك قد يصطدم في سيارتك مباشرة بمجرد أنك تطلع من هذه الشاحنة الكبيرة، فيسبب لك عدم سيطرة على السيارة. أتمنى تكونوا استفدتم فيديو اليوم. فيديو اليوم خفيف وبسيط وإن شاء الله مريح وتكونوا فهمتوه 100%، ولكن هو مهم جداً.